طيب سهام، في سؤال من الأسئلة المهمة جدا اللي أنا طبعا عايزة أطرحها وخلي كل الناس النهاردة تشوفها. بعض الأباء والأمهات بيستخدموا أولادهم كحرب في العلاقات وفي مثلا قصة الطلاق ده، ليه؟ أنا همسكه من إيده اللي بتوجعه، يقول وهي كمان تقول أنا همسكه من إيه إيده اللي بتوجعه عشان خاطر يعمل لي اللي أنا عايزاه. يعني نفقات ومشاكل طلاق وطلاق للضرر ومشاكل كتير جدا، وللأسف الولاد اللي بيتأثروا. ازاي الطلاق يكون حضاري واخلي الولاد ما يتاثروش وبعيدا كل البعد عن قصه الطلاق بين طبعا الطرفين؟ اوكي، انا محتاجه بعيدا عن اي حاجه تخص الاولاد، ده كان اختياري انا، هما ما لهمش علاقه بيه وما حاسبهمش على سوء اختياري، هما مالهم بالظبط. طيب الطرف ده وحش او الطرف سواء بتاعتي. الاب او الام بتاعتي الطرف اللي انا اخترته يا جماعه زمان لما كنت لوحدي من غير اولاد، دي قصتي انا. صحيح، مش قصه الولاد. دي صوره الزوج، ملهاش علاقه خالص بصوره الاب. صوره الاب هم اللي ينسجوها، مش هو ده حد مسؤول. هو انتوا شايفينه بيصرف عليكم؟ هو انتوا انت كده انانيه او انت كده اناني؟ لما بتشوه صوره الام وبتشوهي صوره الاب، انت بتحاولي ان انت تاخدي كوبي بيست في دماغ طفلك عن الصوره اللي انت رسمتيها للزوج او للزوجه. وده مش صح. ما يمكن يكون اب مثلا كويس مع اولاده او تكون ام كويسه، فبالتالي اللي بيلحق الضرر بالاولاد ان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا ندخل لهم في اذهانتهم ان هم لا ده كان بيعمل، ده كان بيساوي، كان بيعمل كده في حقي انا. فتلاقي الام تقول لي ايه، هو انا مش هدافع عن كرامتي واحرمه ان هو يشوفهم زي ما هو اهني؟ ملهوش علاقة خالص، ملهوش علاقة. الطار والحرب وإن إحنا رافعين أسلحتنا على بعض واخدين فعلا الأطفال كحائط حاجز لكل حاجة بتحصل، ده بيخليني إن أنا بعد كده مع الوقت بربي أشخاص غير سوية. ولما بيكبر للأسف بيعمل كمان أسر غير سوية. طبعاً. أنا محتاجة دلوقتي الطلاق المتحضر إن أنا أعمل إيه؟ رقم واحد كده بسم الله، قبل تحت الثمان سنين الطفل لا يعي ماهية الطلاق، مش فاهم يعني ايه طلاق، بس هو فاهم ان كل واحد فينا مشي بعيد عن التاني. فانا محتاجة ان انا اقول له ايه، خصوصا لو كانت المشاداة والعنف كان بيحصل لا قدر الله قدام الطفل، قدام الاطفال. حبيبي انت كنت بتشوف ان احنا طول الوقت مش متفاهمين، في بيننا خلافات كتير، ودي ملهاش اي علاقه بيك. انا لازم اطمنه بالحته دي من هنا، ملهاش اي علاقه بيك، بس احنا قررنا ان كل واحد فينا هيبعد عن التاني ويبقى مستقل بحياته علشان خاطر وجودنا بيزود الخلافات اكتر. وده يعلمك ان انت ياما هتقابل ناس في حياتك، ممكن يكون عندك اصحاب في الفصل تحبهم جدا جدا، بس وجودك معاهم في نفس المكان بيخلق بينكم مشاكل. فعشان تحافظوا على علاقتكم كل واحد فينا يبقى بعيد كده بيكون افضل، حافظ على السلام وعلى الود والمعروف اللي موجود ما بيننا. اي وقت يا روح قلبي تحتاج تشوف بابا او تحتاجي تشوفي ماما، ما عنديش اي مشكله تكلميه تتواصلي معاه وتشوفيه، انا مش ضد ده خالص. لان برضو انا برجع اطمنهم ان هم ما لهمش علاقه، وانا وبابا بنحب بعض عشان احافظ على منظور العلاقه ما بين طبعًا. الزوج والزوجه بنحب بعض جدا وبنحب الاسره بالظبط وبنحبك. فاي وقت حصل اي حاجه ومحتاج ان انت تستعين ببابا او تكلمه هتلاقيه موجود. وده يحصل اللي هو ارفع عليه سماعه التليفون، ده مثلا وليكن ده محمد نجح وجاب كذا كذا كذا، خد يلا كلم بابا. إيه على فكره احنا محتاجين نروح الام او الاب الاسوياء يشجعوا بالزبط. الاطفال ان هم يكون فيهم يعني محتاجين نروح اجتماع اولياء الامور عنده قرابه بابوه. صحيح، ويسمع الطفل ان احنا في الناحيتين، انا مش مخليه بس بابا بتاع النفقه اللي هو الفلوس وبتاع انت فين من حياه ابنك. إيه ما انا كذا مره اقول لك على اجتماع اولياء الامور او اقول لك ان هو عنده مشاكل، انا محتاجه قبل ما اوجده في المشاكل اوجده في الحاجات الكويسه حياته طبعا. اصلا اللي هو ما فيش عندي، في امهات تقول لي ايه انا مستحيل اخليه بات عند بابا. ليه ده اصل في الاول وفي الاخر ده ابوه. تقول لي لا انا خايفه ان هو ياخده ويعمل اي حاجه، ياخده ويطلع بره مصر او اي حاجه، ابنه ولا اي بالزبط. حد في الدنيا هيأذي بنته او ابنه. حتى في القانون مفيش خطف، يعني الاب ما بيخطفش ولاده طبعا. انا محتاجه ان انا اربيهم في يعني جو نفسي واسري سليم وسليم لاخر جميل. الوقت طبعا هاخد من كلامك هنا وهتكلم في نقط مهمه جدا. في بعض الاباء والامهات زي ما احنا بنقول عندهم جهل اسري او جهل اجتماعي وما يعرفوش عواقب التصرفات اللي ممكن يتصرفوها مع اولادهم، بتجيب نتائج عكسيه وللاسف انحدار كامل في سلوك الاولاد. ساعات الابن او البنت بيبقى عايشه مثلا مع باباها وتروح لمامتها يوم او العكس، بيقعدوا يشحنوا مشحنات رهيبه، الاب يتكلم عن الام بطريقه مش كويسه والام تتكلم عن الاب من مش طريقه كويسه، يعني بطريقه مش مناسبه ولا كويسه، واللي بيتاثر هنا جدا 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 الطفل طبعا. طبعا رساله منك بقى لكل الاباء والامهات اللي عندهم خلافات مع بعض، ازاي ما حدش يقعد يتكلم بطريقه مش كويسه مع الاولاد عشان ده طبعا بينعكس عليه بعد كده. انا قلت يا مروه من شويه على نقطه ان انا انانيه لما بحاول ان انا اقحم في دماغ ابني صوره معينه انا رسمتها للوالد او للوالده.
وفكره ان الجد او الجده او قرايبنا او اصحابنا اللي هو الحمد لله ان انت ارتحتي وبنتكلم قدام الطفل وهو طبعاً. فاهم يعني فاهم جدا كمان تمام، لكن انا محتاجه ان انا افصل ابني تماما عن المشاكل، حتى لو لا قدر الله في قضايا وفي محاكم هو ملوش ان هو يعرفها. اصل هو بيصرف او ما بيصرفش، هو انا اعرفه على ابوه اللي ما بيصرفش عليه؟ لان هو ملوش علاقه. كون ان الاب مثلا تنازل عن حاجات كتير تخص الرجوله والجانب الخاص بالنفقه وتحمل المسؤوليه، ده لا ينفي او يشيل من عليه صفه الابوه. فهو اب. تمام. اوكي، طب يا ستي ما يمكن من خلال تواصله مع ابنه هتحل امور كتير جدا انت مش عارفه تحليها بالظبط. فانا اسيب الوقت مع وجود الاولاد وسط يعني ابائهم ان هو يحل المشكله مع الوقت. ما بقاش انا متجنيه وبحكم من بره برضو على ان هو مش هيتحمل المسؤوليه في حياته. حتى لو بعد وقال انا مش عايزه اشوفهم تاني. جميل جدا، عشان بس وقت الفقره خلاص خلص. في سلوكيات كده بتظهر عند بعض الاطفال عشان اتاثروا بالطلاق، ايه السلوكيات لما بتظهر على الطفل اعرف ان انا لازم اكون في عند دكتور او اعمل استشاره للسلوك الاطفال؟ خلينا نقول ان اي سلوك وصل لدرجه عدم سيطرتي عليه وخرج بره البيت وراح المدرسه لازم في متخصص. لان هنا في اطراف اخرى متضرره من السلوك اللي انا مش قادره احتويه جوه البيت. تمام، فانا لازم كده استعين بمتخصص نفسي يرشدني امشي ازاي، مش قادره عليه خلاص بالظبط، وايه المشاكل اللي ممكن اكون اخطات ووقعت فيها ومحتاجه ان انا احلها. ووصلت الامور لكده. صحيح. دكتوره سهام حسن اخصائيه تعديل السلوكيات، انت بجد نورتينا وكانت حلقه جميله جدا جدا جدا، وفعلا اكيد كل الناس استفادت وانا كمان استفدت منها، نورتينا النهارده. ميرسي ليكي. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين معاكم، هنروح لفاصل ونرجع تاني، استنونا.